إذن مشاهدينا، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ يقتصد في استخدام الأسلحة في عدوانها المتواصل على قطاع غزة. صحيفة يديعوت أحرنوت نقلت في سياق ذلك عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن الجيش توقف عن تدمير المباني من الجو كي لا يهدر الذخيرة. أشارت أيضا إلى أن التهديد كان أكبر بكثير مما كان متوقعا، بالإضافة إلى كبر حجم التهديد من قبل فصائل المقاومة. ثمة عامل آخر وفق يديعوت أحرنوت ساهم في تأجيج المخاوف من نقص الذخائر، ألا وهو الإفراط باستخدامها في منذ بداية العدوان. فضلا عن ذلك، هناك سبب ثالث وفق الصحيفة يكمن في استعداد جيش الاحتلال شن ما يسميها المرحلة الثالثة من الحرب في غزة، والتحسب كذلك لحرب واسعة النطاق على الجبهة الشمالية مع حزب الله. صحيفة يديعوت أحرنوت كشفت أن كلفة العدوان على غزة بلغت حتى الآن 18 مليار دولار، كما ذكرت في تقريرها أن 230 طائرة شحن و30 سفينة نقل أمريكية وصلت إلى إسرائيل حاملة أسلحة وذخائر منذ بداية الحرب على غزة. هذا كله يدفع للتساؤل عن مدى قدرة الولايات المتحدة على استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح في ظل التزام المصدرين توفير السلاح لجبهات أخرى، طبعا من أبرزها أوكرانيا. مسؤولون أمريكيون في مقدمتهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكدوا أن بلادهم ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تحتاجها في حربها ضد حماس، بما في ذلك الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي. لكن واقع الحال يشير إلى وجود خلافات بين بعض أقطاب الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس بشأن إمكانية استمرار تمويل واشنطن لجبهتي أوكرانيا وغزة، لا سيما بعد أن طلب الرئيس جو بايدن قبل شهرين حزمة تمويل للأمن القومي بقيمة 106 مليارات دولار، منها مخصصات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار ومخصصات أخرى لإسرائيل ب 14 مليار. الأسلحة التي تحتاجها وتستخدمها إسرائيل في عدوانها على غزة متعددة، أبرزها الطائرات التكتيكية من طراز F-16 وطائرات مسيرة من طراز هيرمس 455 ومسيرة تيتيان ومسيرة نيتسوتس. أما على الصعيد البري فقد استخدمت إسرائيل أشد أسلحتها فتكا، من بينها على سبيل المثال للحصر القنابل الخارقة للحصون وصواريخ ضرب الأنفاق من نوع هالبر، فضلا عن ألاف القنابل الموجهة بنظام الجي بي اس وقنابل قدام الذكية ومدافع الهاون الدقيقة. إذن مشاهدينا، بخصوص الاقتصاد بالذخائر، بدأ هذا الحديث بالتداول منذ يوم أمس عندما خرج مسؤول أمريكي وتحدث عن هذه النقطة، وعلى ما يبدو الموضوع تفاعل جدا، تفاعلت الصحافة معه ويديعوت أحرنوت نشرت تفاصيل أكثر. ونتابع معكم بعض المشاهد من الدمار باستخدام إسرائيل الأسلحة الفتاكة، بمعظمها توريد من الولايات المتحدة، والذخائر التي ألقيت على قطاع غزة تقدر بما يعادل قنبلتين من القنبلة التي ألقيت على هيروشيما، هذا إن لم يكن التقدير أكبر من ذلك. وللقراءة أكثر في هذه المعلومات ينضم إلي الباحث معين الطاهر في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. تحياتي أستاذ معين. البارحة التقينا وتحدثنا عن الاقتصاد بالذخائر، واليوم تنوعت الاحتمالات، تنوعت الأسباب، منها اقتصاد في الذخائر لأن الحرب طويلة جدا، منها القلق من نفاذها أو عدم توريدها، وفتح جبهات أخرى بما فيها المرحلة الثالثة في غزة، وكما تحدثت أنت أيضا عن احتمالية
فتحي جبهة لبنان، أنت كيف تقرأ بهذه التفاعلات التي حصلت حول هذا الموضوع؟ يعني أنا أظن أن العدو الصهيوني في بداية هذه الحرب لم تكن تدفعه في استخدام الذخائر قواعد علم الحرب أو التكتيكات العسكرية أو ما تتطلبه العمليات العسكرية من ذخائر، كان هدفه الأساسي هو الانتقام التدمير بدون حساب، يعني لم يكن ذلك مرتبطا على الإطلاق بأهداف عسكرية. لاحظنا أنه قد ضرب مساجد وكنائس وضرب مباني سكنية ومخيمات، مما أدى إلى أن 65% إلى 70% من مباني قطاع غزة قد أصيبت بضرر جزئي أو كلي أو تم تسويتها بالأرض. إذن هذا الاستهلاك الكبير في الذخائر ترك آثاراً فيما بعد نتيجة إطالة فترة الحرب والتوقع بأنها ستستمر يعني لأسابيع وربما لأشهر قادمة، يعني مستويات ربما تكون مختلفة ومتعددة. هنا علينا أن نتذكر أن الكيان الصهيوني هو دولة مصنعة للسلاح ومصنعة للذخائر، فعلى سبيل المثال دبابات ميركافا التي هي صناعة إسرائيلية بالكامل نفذ بشكل كلي المخزون الإسرائيلي من هذه الدبابات، وهي تقوم بتصديرها وبتصدير ذخائرها إلى الخارج، مما اضطرها إلى الاستعانة على عجل بالولايات المتحدة الأمريكية. وعندما لم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من تمرير الطلب الإسرائيلي عبر الكونغرس لأنه ربطه بمساعدات عسكرية لأوكرانيا، كانت إسرائيل قد طلبت منه 250 ألف قذيفة لدبابات ميركافا، فقام ضمن ما يسمح له به القانون الفيدرالي الأمريكي عن طريق بند محدد في وزارة الخارجية بتوريد على وجه السرعة 150 ألف قذيفة لدبابة ميركافا، وهي الدبابة التي نشاهدها في كل يوم على سواء كان على أشرطة القسام. لا يقصر بايدن مع الاحتلال من ناحية استخدام كل موارده. على ذكر الميركافا أستاذ معين، يعني لوحظ كما تفضلت استخدام الميركافا بشكل مكثف، أيضا مدرعة M113 وغياب لمدرعة النمر مفخرة الصناعة الإسرائيلية. هل هذا الغياب نظرا لما حصل مع هذه المدرعة واستهداف المقاومة لها وإحداث الضرر فيها أم ماذا؟ نعم، هي في الحقيقة بالأساس كان هنالك نقص في هذه المدرعات، مما اضطر الجيش الإسرائيلي إلى تحويل جزء من دبابات ميركافا 3 و4، نحن نعلم أن هنالك طرازات متعددة من هذه الدبابة، إلى عربات مدرعة، ولكن وأطلقوا عليها أيضا اسم النمر، ولكن لأنها دبابة فهي ثقيلة في الحركة قياسا بالعربات المدرعة التي يفترض أن تكون لها مرونة أكبر في القتال البري، لذلك تعرضت إلى ضربات كثيرة وإلى استهداف محكم من قبل المقاومة، مما أدى به إلى التراجع في استخدام هذا النوع من الوسائل العسكرية. أستاذ معين، يعني رغم أن إسرائيل دولة مصنعة لأسلحتها، ولكنها احتاجت المدد والعون من الولايات المتحدة سواء في المركبات أو في الذخائر، ولكن أيضا هذا الاستخدام الذي جو بايدن بحد ذاته وصفه بالعشوائي للذخائر، كم يؤثر على الولايات المتحدة لاستمرارية هذا التوريد طالما أن نتنياهو يقول أن هذه حرب طويلة وستستمر ولن تنتهي؟ يعني في الحقيقة بالتأكيد يؤثر، لأن الولايات المتحدة متورطة في حرب أخرى في أوكرانيا، وهي تستنزف مصانع السلاح لديها، وبالنتيجة فخطوط إنتاج الأسلحة والذخائر هي خطوط إنتاج محكومة بطاقات محددة، وليس من السهل تطوير هذه الخطوط في زمن قياسي. وكذلك خطوط الإنتاج الإسرائيلية أيضا التي أوقفت كل تصديرها للخارج وأصبح جل همها هو الاعتماد على توريد منتجاتها للجيش مباشرة. ما يواجهه إدارة بايدن مشكلة صغيرة هو أنه يحاول أن يربط المساعدات العسكرية والمالية لإسرائيل
بمساعداته لأوكرانيا. وهذا يلقى معارضة من الحزب الجمهوري، ولذلك ال 14 مليار دولار و 600 مليون على ما أظن، يعني ما أتذكر الرقم، قد تم حتى لم يوافق عليها الكونغرس حتى الآن، لأنه ربطها بمساعدات إضافية أيضا لأوكرانيا تتجاوز 60 مليار. وهذا ما يحدث أيضا على مستوى الأسلحة والذخائر، ولكن مع ذلك أنا أقول أن الإدارة الأمريكية ستستمر في تزويد إسرائيل في بالأسلحة وبالذخائر، ويجب أن لا يكون لدينا وهم من أنها لن تفعل ذلك. في حرب تشرين عام 1973 سيرت جسرا جويا كاملا وقامت بتعويض إسرائيل عن خسائرها في الدبابات وفي الطائرات وفي كل شيء، وبالعكس أصبحت إسرائيل بفضل هذا الجسر أقوى، كما هو الحال الآن في الحقيقة. هنالك 230 طائرة، 30 سفينة نقلت أسلحة وذخائر إلى إسرائيل، وأنا أظن أن هذا الجسر الجوي والبحري ما زال متواصلا، إضافة أيضا إلى أن إسرائيل عدا عن استهلاكها لمخزونها فقد استهلكت مخزون المستودعات الأمريكية الموجودة في الأراضي، يعني في أراضي فلسطين المحتلة، لأن الاتفاقية بينها وبين الولايات المتحدة تجيز لها أن تستخدم هذا المخزون في حالة الحرب. طب يعني هل يستطيع جو بايدن المضي إلى ما لا نهاية، خاصة أنه في سنة انتخابية، خاصة أن البعد الاقتصادي أيضا حاضر، أصوات في حزبه حزب الديمقراطي تطالبه بضبط سياسة توريد الأسلحة وكيفية استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة، أيضا الشارع الأمريكي يتحدث عن دفعه للضرائب وتحمل أعباء اقتصادية للاستمرار بتمويل إسرائيل في حربها التي عليها ألف خط أحمر من ناحية الانتهاكات القوانين الدولية والإنسانية، ووصولا إلى يعني الاتهامات بجرائم حرب. هل هذا يعني طريق لا رجعة فيه أمريكيا؟ لا، يمكن للولايات المتحدة أن تخفف قليلا من يعني حدتها، من وتيرتها، من دعمها، ولكن هذا ما زال يحتاج إلى وقت. أولا، هذه الحرب يدفع كلفتها في الحقيقة دافع الضرائب الأمريكي بشكل رئيسي، ولكن علينا أن نتذكر أنه منذ عام 1948 حتى بداية عام 2023 بلغ حجم المساعدات الأمريكية قياسا بمعدل التضخم، إذا حسبنا معدل التضخم، 260 مليار دولار، وهنالك يعني نوع من الإدارة الصهيونية المحيطة ببايدن، وهو لا يخفي أنه وقالها أكثر من مرة أنه صهيوني. هنالك متغيرات حقيقية في الشارع الأمريكي في داخل الحزب الديمقراطي، قلنا أكثر من مرة أن 62% من الحزب الديمقراطي يرفض سياسة بايدن بالشرق الأوسط. هنالك انتخابات، هنالك ولايات متأرجحة مثل ولاية ميتشيغان التي بها أغلبية عربية وإسلامية. طب وسوم. ماذا لو أتى ترامب؟ سيكون الوضع نعم يعني وهو متساوي السوء لعله. وهو الذي رجح بايدن، ولاية ميتشيغان هي التي رجحت بايدن في الانتخابات السابقة وجعلته يفوز بمقعد الكرسي الأبيض. هذه الولاية بالتأكيد لن تصوت إلى بايدن في هذه الحرب، ولكن أنا أخشى في الحقيقة من أن لبايدن حسابات أخرى. حساباتي هذه تنطلق من أنه لم يتمكن أن يحقق الإنجاز المطلوب في أوكرانيا، والآن نحن يعني نترقب هجوم روسي جديد، وهنالك غزل غربي وأوروبي مع روسيا في محاولة لإنهاء الحرب هناك، وهنالك حملة شديدة من ترامب ومن الحزب الجمهوري ضد تورط أمريكا في الحرب الأوكرانية. هم لا يوافقون على ذلك، هم منقسمون على ذلك، بينما الحرب في غزة يعني هنالك اتفاق ما بين الحزبين على هذا الموضوع. أنا أخشى ما أخشى أن بايدن يسعى إلى يعني بذل مزيد من المساعدات لإسرائيل في محاولة منه لكي تحقق إسرائيل إنجازا ما بهذه الحرب، يستطيع أن يدخل به هذه الانتخابات عوضا عن هزيمته وتراجعه والانقسام الذي أحاط بالمجتمع الأمريكي في أوكرانيا. شكرا جزيلا لك أستاذ معين الطاهر، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة.